السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. كديرين كلشي مزيان؟ ايوا الحمد لله، داكشي اللي بغينا. اول حاجه البارح تلاحوا اخبار باللي ماتوا شي وداديين، ولكن تنفى الخبر اليوم قال كاين غير اصابات، زيرو حاله وفاه. بنادم تضرب بجمهور ولعابه هجموا عليهم في الكار، وبعيد عن الانتماء ولكن هادشي راه حشومه، ما كيبغي الا الله لعبدو. هادشي ولا كيحقد، ما فهمتش واش بنادم جاي يتفرج ولا جاي يضارب ولا يقتل، وبزاف هادشي والله. هادشي علاش كنحضروا دوك الباجات، وحتى بعض اللعاب الله يسمح لهم كيجاعروا بنادم وكيخلقوا الفتنه من والو. وكيف ما قال واحد الاخ، خاص يتحبسوا التنقلات، كل يبقى في مدينته حتى يتقاد هادشي وكلشي وعى، عاد ديك الساعه يطلقوهم. اودي الله يهدي ما خلق. سال المشوار دينا في البطوله، محتلين في المركز الثاني. هاد النتيجه اللي بانت نهار خسرنا ضد واتزم، وتاكدات بعد الخساره ضد الاسفي. كره قدم كتلعب على تفاصيل صغيره، ماتش واتزم كان هو نقطه التحول اللي حسمت البطوله. خسرنا فيه ودار الجمهور الشغاب، خدينا ويكلو ربعه الماتشات. الديربي ربحنا قلصنا فيه الفريق، المحمديه تعادل، جينا لدورور خسرنا في اهم ماتش ضد اسفي واخر فرصه باش نرجعو، وربحنا الحسنيه في ماتش تحصيل حاصل وزيد ديال البارح. على اين البطوله سالت البارح، واليوم بدات الخدمه ديال الموسم الجاي. كاينه خدمه كبيره عند البدراوي والطاقم ديالو، باذن الله كاينه بوادر زوينه والقادم اجمل واحسن. الماتش ديال البارح الاخوان كيف ما شاف كلشي، راه ما يمكنش الاجواء كيفاش كانت في التيران وفي استيفال جماهيري، وهادشي غير مقصين في العصبه ومشات لينا البطوله. هادشي باش تعرف بلي جمهور الرجاء او بالاحرى شعب الخضره ما يمكنش حال كيموت على فرقته، واخا ما راضيش على الوضعيه باقي تايق في الرجاء وكيشجعها، وان شاء الله ربي ما غاديش يخيبنا. كل واحد كيغني كيضغط كيسيبورتي مخلي حلاق مفتيرا منهم هذا عبد ربي، زيد عليه تيف فول عجاز وكراكاش خيالي، لا واحد فنيه لا تقدر بثمن. خلاصة القول جمهور الرجاء ما يمكنش والله، والحمد لله على انني تزيد رجاوي. اللي ما جاش البارح راك ضيعتي عليك واحد المتعه ما يمكنش، جاني هذا هو احسن ماتش في الموسم من ناحيه الجمهور. على عين كيف ما كنقولوا رب دار نافعه، وكيف ما قال الله عز وجل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما تعرف كون ربحنا شي لقب كون دابا باقي صابري على المكتب وغنغطيو الشمس بالغربال ونصبغوا الكرارس على انهم نجوم، ولكن الواقع اننا خسرنا بطولات ولكن صيفطنا ومازال كنصيفطوا في الكرارس، وربحنا مكتب جديد جايب مشروع رياضي، خاصنا غير نشجعوه وندعموه والحمد لله على كل حال. اخوان جبت لكم واحد الباج كازا سبور، كدير اي حاجه كتعلق بالسبور، تونيات ديال كاع الفراقي وايضا الناس اللي كيلبسوا لباس سبورتيف، تي شيرت شورت اونسومبل بجوده عاليه وثمن رخيص، وليفريزون حتى لمدينتك. غتلقاو لينك ديال الانستغرام ديالهم لتحت في الديسكريبسيون. ونجيو دابا للمعقول، ارى لي ودنيك وسمع مزيان. اجي ما تقولش يا باقا ما ضربتيش داك اللايك، والله الا حشومه. هادي راه خاصك تجرب عليها مع الانترو، الصبع اللي وراك على الفيديو ما ينوض حتى وراك على اللايك. ناري ما تقولش لي كتفرج ما دايرش ابوني، سير دير سير 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 غنبدا نغوت. يلا صافي ناضي دابا وجار لي دابا ديك الصمته ونبداو على بركه الله. هارب الرع. نبداو باول خبر اللي هو الكراطه. فين وصلت ديك الكراطه بعد ما جراو على الخبراتور والله ما نقول سميتو، وصيفطوا مع نسيبو مورينيو واللي ما عرفش راه بصح نسيبو، ومشى معاهم حتى البكاري. الحمد لله جرينا على الطاقم التقني كامل، الطاقم التقني شايب وفاشل. الكراطه دخلها دابا الفيسيار، واول ضحايا ديالها هما ثلاثي بدر بولهرود الياس الحداد عبد الجليل جبيره، هادو كاملين غتسالي الكونترا ديالهم مع نهايه الموسم. بولهرود قرر يمشي في حاله وهذا احسن قرار ليه ولينا، والوجهه غتكون الدوري السعودي، اتفق مع شي فريق سعودي باش يسيني معاهم الموسم الجاي الله يسهل. الحداد سالت لي الكونترا وقرر المكتب ما يجددش ليه، وصافي الله يجعله بركه. 33 عام فين غيجددوا ليه مازال؟ السيد عطى اللي عنده وما قصرش معانا، وفين ما احتاجيناه كنلقاو الصراحه تقال، ولكن جا الوقت باش كل واحد يشد الطريق ويتبدل الديفونس الله يسهل عليه حتى هو. جبيره مارسيلو ديال درهم هذا حتى هو 32 عام، صافي الله يجعل البركه. وثمان سنين هو معانا، وليت كنعرف فين غيضرب بالون قبل ما يضربو، وليت كنسبو قبل ما يشد كوره، هذا واخا يكون عنده 20 عام والله ما نجدد ليه، وفي احسن نيفو ديالو كان عادي، ودابا نيت كمل هذه ديال بصح، وتبارك الله على الكراطه دايره خدمتها، الله يعاون، في انتظار ضحايا اخرى ان شاء الله. هاك واحد الخبار قال لك اسيدي الرجاء عندنا اختيار، كتفاضل تلعب يا اما ضد سيلتا فيغو ولا اشبيليا هذا الصيف، يلعبوا ماتش ودي في اطار الاستعدادات للموسم الجاي. المكتب مسير جديد بقياده البدراوي خدام على عقد مباريات مع فرق اوروبيه كبيره من بينهم اشبيليا وسيلتا فيغو. الغرض من هذا الماتشات هو جلب مستشارين جداد يوقعوا مع الفريق ويعمروا الخزينه. يقدر الماتش يتلعب خارج المغرب، وهذا الشيء غيرجع بالنفع للفرقه ماديا ورياضيا. ونجيو دابا لموضوع تجديد العقود، الناس اللي غسالي كونترا ديالهم هاد الصيف، سير حسب معايا السي بلهيش، احداد، الوردي، متولي، نقومه، زنيجي، عرجون، مكعازي، ودوك ثلاثة، بولهرود، الحداد وجبيره،
بعد ما مشاو الثلاثه الاخرين زيد متولي عنده عرض من فرقه في قطر غيمشي لها الموسم الجاي. احداد بعد من الاول ماشي ديال يكون رسمي. احداد فاش كان عدى في المره الاولى كان غير احتياطي كيدخل في الميطه الثانيه كيتقاتل وصافي، اما ديال الرسميه لا ما يستحقش، ناقص في رجليه وانا ما عنديش مشكل اللي مجددش. العرجون احسن طنجون في العالم ومن احسن الكراس في الفرقه، وطبيعه الحال ما غتجريش على الفرقه كامله وتشري 20 لعاب، ماشي مشكل يجدد العام ولا ماكسيموم عام ونص بما جبنا البديل، ولكن بشرط العرجون يكون احتياط الموسم الجاي حيت كركب فينا السكر. الوردي انا صراحه باغي يجدد ولكن خاصو غير يزيد يخدم على راسو، باش الا ما استفدناش منه نستافدو من فلوسه وبلاصته مضمونه في تشكيله الموسم الجاي غير الا ما بغاش. زيد المكعازي اولويه كبيره وكبيره، خاصو يجدد هادشي ما فيش نقاش. لعابه بحال المكعازي صعيب تعاود تلقاهم في بطوله، كيلعب كره بدماغه قبل رجله وكيحط ريجو في التيران، يستاهل يجدد. نقوما الصراحه ما كنفهموش، حلو حوال مره كيعطي في الماتش ومره ما كيجيش في الماتش. الا كان غادي يجي لعاب واحد في مليون هاد الصيف خاصو يجدو ليه، وإلا جا كتر من لعاب خاصو يمشي. أنا ما عنديش مشكل مع نقومة، هو ماشي كروسة غير هو مرة كيتكرسن، خاصو غير يجمع راسو. شكون بقى؟ بابا جول زنيتي هذا دوسي عام راه معلم. كاين واحد الشرط، شرط واحد كيبان ليا عادي ولوجيك، نعطي الراي ديالي وصافي. زنيتي كيبان ليا يجدد ولكن بشرط تكون مداوره بينه وبين غايا، حيت الا جدد زنيتي بالشروط ديالو اللي هي يكون رسمي غنضيعو في مرباح، او السيد 28 عام باقي يضرب معانا على الاقل واحد ربع سنين نضيعو فيه في والو. زنيتي 33 عام وباقي تبارك الله في الفورمه، ولكن راه لوجيك ما خصناش نضيعو في واحد باقي ما ضربش حتى 28 عام على واحد كبر منه بخمس سنين. احسن حاجه هي المداوره بيناتهم بجوج، باش حتى غايا كان غيشد الرسميه من بعد السنين الجايه يكون ديك الساعه ولف على الاجواء، ماشي يبقى كارم في الثلاجه حتى يمشي الغارديان الاول ويقولوا لي يلا نوض حبس انت. ما جاتش. هذا هو الراي ديالي بعيدا عن العطيفه في هاد العشره اللي غتسالي كونطرا ديالهم هاد الصيف. عطيونا الراي ديالكم، شكون كيبان لكم خاصو يجددوا ليه وشكون خاصو يعطينا اتساع. نجيو للخبر الموالي اللي عنده علاقه بالخبر اللي فات. حسب الاخبار قال لك البدراوي خدام على جديد عقد زنيتي، وغنرجعوا للنقطه اللي قلنا، الا كان غيجدد بالشروط ديالنا اللي هي تكون مداوره بينه وبين غايا يا مرحبا، بغى يطبق علينا الشروط ديالو الله يسهل عليه. زنيتي عزيز عليا بزاف ولكن الفرقه كبر من اي واحد، مصلحه الرجاء فوق الجميع. متولي خارج اسوار الرجاء بعد ما غتسالي الكونطرا ديالو هاد الصيف. الصحافه القطريه كتبت بلي متولي غيرجع مره اخرى لقطر عبر بوابات نادي معيدر اللي كيلعب في دوري الدرجه الثانيه، وغيسين معاهم لمده موسم واحد قبل الجديد. سير اخو الله يسهل عليك، لعبتي معانا وربحنا القاب، ما بقاش بلاصتك دابا في التشكيله والعطاء ديالك في تيران غادي وكيقلال، هذا ولا وقت باش تمشي وتخلي بلاصتك نقيه. ونجيو للخبر الكبير، بين مالونغو اللي كان في تيران البارح وحتى اللي ما كانش، كلشي شاف زياره مالونغو الرجاء وهو بضحيه الجمهور. فاش شفتو في الاول تصدمت، بديت كنقول علاش جاي حي الجمهور وعلاش بالضبط في هذا الماتش. الا كانت غير زياره عاديه كان غادي يجلس في التريبيون ولا المنصه ويتفرج، وفي اخر الماتش يقدر يهبط ويسلم على الجمهور عادي، ولكن علاش هبط قبل الماتش وعلاش هبط مع البدراوي وحتى الصحافه بقاو لاصقين فيه كيصوروا فيه بطريقه مثيره للانتباه؟ هاد الاسئله كامله بداو كيدور لي في دماغي وسط التيران، وفاش رجعت شفت الاجابه. وبحسب بعض المنابر اللي اكدت فعلا ان الرجاء فتح المفاوضات مع الشارقة الاماراتي باش يسينو مع مالونغو على سبيل الاعاره، وهذا الشيء اللي اكدوا البدراوي صوت وصوره. والى هنا غنكون وصلنا للبلاكه، هذا الشيء اللي كاين في اشطاري ديال هذه السيمانه. الى عجبكم التقرير الصحفي الكبير ديال مراجع عفتوا على داك اللايك وفرقعوا لي كومونتيرات باش نقراهم، وكنقراهم كاملين. بارطاجوا الفيديو مع صحابكم سيل فو بلي، ودوزوا عندي الانستغرام وفيسبوك غادي تلقاو كلشي لتحت في الديسكريبسيون. ما تنساوش تيدوا ثلاثه الحوايج، الصاله والدين الرجاء عمرك تفرط فيهم، وديما كون على القارص.